بعيداً عن اليمن، يتنقل المبعوث الأممي مارتن جريفيث بين العواصم العالمية المؤثرة لحشد الدعم لجهوده المتعثرة في الملف اليمني. فالرجل الذي جاء بحماسة ودعم البريطانيين يبدو أنه تاه في دوامة الأزمة اليمنية كثيرة الأجندة والأطراف قليلة الالتزام بالحلول. عول كثيراً على إحداث اختراق وتفاهمات ربما تقود لاحقاً إلى تسوية شاملة حسب اعتقاده وتصريحاته المتكررة، لكنه فشل حتى الآن في إنجاز إجراءات الثقة المتفق عليها بستوكهولم في آخر لقاء اجتمعت فيه الأطراف اليمنية. يأس المبعوث الأممي من إمساك حبال اليمنيين خصوصاً الميليشيا كثيرة صنع الأعذار وعديمة الالتزام بالاتفاقات قاده نحو عواصم الدول الكبرى طلباً للمساندة والدعم وربما الضغط على الأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة المباحثات، وذاك أمل يراه قريباً حسب تصريحاته الأخيرة لصحيفة الشرق الأوسط. المراقب لتحركات جريفيث يدرك أن الرجل متأخر عن واقع الأحداث وتطوراتها على الأرض، فبينما يجاهد من أجل تنفيذ تفاهمات ستوكهولم الذي يقضي أحد بنودها بعقد صفقات لتبادل الأسرى والمعتقلين، تصدر ميليشيا الحوثي قراراً بإعدام 30 معتقلاً، وذاك تطور من شأنه تتويه المبعوث الأممي ونقل قضايا الحوار إلى مربع آخر. الحال نفسه فيما يتعلق بوقف إطلاق المقذوفات على المناطق الحدودية السعودية الذي تطور إلى استهداف منشآت حيوية في العمق السعودي، ما يعني أن الواقع في تغير مستمر بينما المبعوث الأممي غارق في تفاهمات قديمة من شأن الرجوع إليها وقف التصعيد المستمر، يقول آخر.